الشق الثاني هو ما تقدم به من مبادرة السيد رجب عبد الفتاح السيسي مشكورا بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. نعم. ونحن ناشدنا وطلبنا الدول الشقيقة والمجتمع الدولي بالحذو حذو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر والبناء على هذه المبادرة والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، لأن مصر أخذت على عاتقها زمام المبادرة، لكن المجتمع الدولي أيضا والعرب قبل المجتمع الدولي يتحملون مسؤولية في دعم هذه المبادرة وتوفير المال اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، والرئيس الأمريكي تحدث عن ذلك. نعم. يعني تحدث بصراحة وبوضوح وشكر مصر ودعم مصر، وأيضا القيادة الفلسطينية السيد الرئيس أبو مازن شكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة الوطنية القومية النوعية الرائعة التي تقدم بها ومد يد العون لقطاع غزة. مين هيتولى عملية إعادة الإعمار؟ السلطة، لأنه في بعض الدول والأطراف الدولية والرئيس الأمريكي تحدث بشكل واضح أنه التعامل هيكون مع السلطة الرئيس محمود عباس وليس مع أي فصائل. بالنسبة لباقي الدول هيتم إزاي الدخول إلى قطاع غزة؟ أولا يعني نحن في الشعب الفلسطيني شعب واحد. نعم. وأرض واحدة. نعم. وقيادة واحدة. نعم. وهناك عنوان للشعب الفلسطيني هو السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين. نعم. رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والفصائل مجتمعة أقرت بذلك وتتعامل مع ذلك، والمجتمع الدولي يتعامل مع ذلك، أن الشعب الفلسطيني له شرعية واحدة وعنوان واحد. لذلك أي شيء سوف يتم من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية، ومصر الشقيقة الكبرى يعني هي حريصة كل الحرص على أن تظل هذه القناة وهذه الشرعية وهذا العنوان يعني هو الأساس في التعامل.